يعاني سكان مخيم الخازر من ظروف معيشية صعبة، ولكن هذه الظروف لم تمنع الكثير من العوائل عن صيام شهر رمضان مع تمنياتهم بالعودة إلى مناطقهم وبيوتهم بعد تحريرها من سيطرة داعش. تقريرنا التالي عن هذا الموضوع نتابع. مع دخول وقت أذان المغرب في مخيم الخازر قرب أربيل، يجلس محمد عباد أسود النازح من قرية حلاوة ناحية المحلبية مع أفراد عائلته التي تتألف من 11 شخصا حول المائدة، رفعين أكفهم بالدعاء بأن تكون العودة إلى الديار قريبة. احنا بدنا يعني هسه نرجع على ديارنا، هسه بدنا احنا نرجع لديارنا. صحنا بالمخيم هنا يعني قلت لك يعني وضعيتنا، بس ديارنا احسن. هسه هنا شغل هنا ما عندنا، منو شغل طريان. يجينا مواد نبيع من المواد ونشتري، كان مخضرة أم الحمى أم ثلج، نبيع من المواد عندنا ونشتري. ويرى أحمد جاسم النازح في منطقة بادوش شمال الموصل أن شهر رمضان هذا العام هو أسوأ رمضان يمر به في حياته، وأمنيته الوحيدة هي العودة لمنطقته في أسرع وقت ممكن. يعني وين واحد ببيته وين بخيمة قاعد هنا يعني شوية صعبة من ناحية الحادث، على ما اللي شوي صار كم نهار شغلنا المبردات وهذا، ولا كنا مشتعلين هذه خليدنا على هذا نار هذا اللون. النضال من أجل شراء الطعام في هذا المكان ليس بالأمر اليسير، فالأسعار تقفز أكثر من 20 ضعفا مع ندرة السلع المعروضة، ولكن صعوبة الظروف لم تثني النازحين عن الصيام وإعداد الأطباق رغم تواضع المواد والأدوات.